Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو لي سوفلي فارسي بلا صوص طوماط بيون داشيه. هنا عندي بات تاع لي سوفلي وعندي لا فارس. هنا عندي 500 غرام فارينا، عندي باكي تاع لا لوفور كيميك، عندي ان بلون دوف لو جون خليه لا دورور. هنا عندي الزيت، عندي 6 مغارف كبار تاع الزيت. وهنا عندي ان كويارا سوب تاع خميرة الخبز، كي تحبي توزني ديري 10 غرامات. وهنايا عندي ان كويارا سوب تاع السكر، وهنايا 10 غرامات تاع الملح، ان كويارا كافي. شوفوا نعطيكم اون باز، كي ديروا كيلو فارينا ديروا 20 غرام خميرة الخبز و20 غرام سكر و20 غرام ملح، هادي سي اون باز. ولا كنا في ايامات الصيف دو بريفيرونس الخميره ديروا 15 غرام في كيلو فارينا. توجور الخميره نقصوا لها كي نكونوا في ايامات سخونين. دابور هنا نبداو نديروا لو لوفان، نحط خميره الخبز ونحط السكر ونحط شويه من الفارينا، فارينا من 500 غرام، نخلط لو ميلونج تاعي. هنايا راني دايره 250 غرام نص حليب نص ماء، يكونوا تيادة. نحط شويه فوالا، نخليها هنا تتفاعل. هنايا نهضر لكم على لاصوص طوماط. نحكم كاسرونه، ندير حبيبات تاع طوماطيش، نغسلهم بيان سور، نحيلهم الزريعه، ومن بعد نقطع كلش كبير، ومن بعد نميكسيه. نزيد لها نص حبه تاع فلفل حلو نقطعو لداخل، ونزيد شويه البصل، ما نكثرش، ما نديرش بزاف البصله، شويه نزيد نقطعو لداخل، وندير سنينه تاع الثوم تكون صغيره، وندير وريق قرنط، وندير زعتره، وندير فلفل كحل والملح، وندير كاساتي تاع الماء، نحطها فوق النار، نخليه حتى ونطيب لي طوماطيش تاعي، الفلفل يدبال وكلش يدبال، ونخلي شويه الماء تاعها، نخلي بيان سور شويه لاصوص، ومن بعد نميكسيها. فوالا تولي عندي اون صوص طوماط. هنا كي تشوفوا لا فيونداشي، لا فيونداشي طيبتها وحدها، حكمت بقله، درت شويه الزيت، لا فيونداشي درت الملح برك وفلفل كحل، طيبتها شويه لا فيونداشي، ما طيبتهاش 100%. لا سويت كمل في الفوق. شوفوا لا فاس، تقدروا ديروا لا فاس لكو حابين، صوص طوماط الفرماج غابي، ولا تحبوا ديروا صوص طوماط ديروا بالطوم، لا صوص طوماط بالبوليه، نتوما ديروا لا فاس لكو حابينها، تفننوا كيما تحبوا في لي فاس. فوالا هادي بور لا فاس. فوالا هنا كي نشوف لو لوفان تاعي تفاعل سي بون، هنا نبدا نحط لي زانغريديون تاوعي. نحط الفارينة، نحط لا لوفور كيميك اللي قلنا ان باكي، نحط الملح، نحط الزيت اللي قلنا 6 مغارف كبارة، ونحط لي بلون دوف. ونحط لو ميلونج اللي قعد لي تاع الحليب والماء. فوالا دوك هنا نخليه يتعجن 10 دقائق. فوالا جازو 10 مينوت و لاباط تاعي تتعجن. دوك نوريكم لاباط كيفاش تكون. شوفوا تجي طريه و تجي شاده روحها لاباط تاع لي سوفلي. الوغ دوك نديرها في ريسيبيون و نخليها تخمر. و كي تخمر نولي ليكم ان شاء الله. فوالا عملنا ولينا ليكم، شوفوا خمرت معنا لاباط، ندير شويه فارينا في يدي، نحط شويه فارينا سور لو بلان دو ترافاي، ما نكثرش، ندير غازي ما بات. دوك نوزن، ندير دي بول تاع 70 غرام، نشوف فوالا 70 غرام يجو بيان.
فوالا الوغ وزنتهم كامل 70 غرام دوك هنا ولفتو معايا توجور نديكازي ما بات وندير انبولاج فوالا دوكا شوفوا واش لازم ندير لازم نغطيهم ونخليهم يريحوا باش يجيونا ساهلين كي نحلوهم فوالا خليتهم يريحوا 10 دقائق شوفوا دوكا واش ندير نحكم وحده ندير هكذا حربوش ونحلهم رقاقه فوالا شوفوا هكذا حلوهم حلوها العجينه رقيقه باش ما يجيكمش معجنين فوالا هنا شوفوا تقدروا تحطوا مع الاول تحطوا فرماج غابين بعد تحطوا لافارس تاعكم انا لافارس تاعي درتها حره هذا اللي يحب الحاله ونغلق العجينه زيرو بيان غلقوها بيان الفتحه ما تخلوش الفتحه فوالا شوفوا والفتحه تجي من تحتها هكذا نحط لي سوفلي توعية شوفوا فوالا دوك هكذا نحطهم في البلاطو البلاطو اني دايرت له شويه فارينا نحط الحبه تاع السوفلي تاعي قلنا الفتحه تجي من تحتها فوالا نحطهم هكذا نزيد ندير لا دوزيام نديرو حربوش نحلها رقيقه نحط لافارس ونغلقها نغلقو بيان فتحه ولا شفتو العجينه تاعكم هنا كي تجو تغلقوها شفتوها نشفت شمخو صبعتيكم شويه في الماء وغلقوها العجينه فوالا والفتحه نديرها من تحت فوالا نديرهم هكذا لي سوفلي ونحط في البلاطو ديرو سيباراسيون بيناتهم دوك ندير لهم لا دورور وندير شويه ان ميلونج تاع الفيجلان بالسانوتش شويه ما نكثرش تقدروا ميم ديروا الزيتون ايفيلي من الفوق انا كي طيبوا لي لي سوفلي تاعي كي يخرجوا هكذاك سخونين نغابي الشيدر فوق هو الوغ دوك ندير هنا لا دورور هنا ني دايره لو جون اللي قعد لي ودات له شويه حليب وشويه نسكافيه فوالا قلتلكم ندير شويه ان ميلونج تاع جلجلان و سانوجا بيان سور جي بريشوفي لو فور 20 مينوت ا لافونس لازم الفور يكون سخون و لي سوفلي تاعي ما يطولوش في لا كويسون انا جلي بريشوفي ا 190 دوغري هي شوفوا تمتم ندخلوهم للفور قد تخلوهم يخمروا يجوكم كي الخبزه الوغ دوك ندخلهم للفور و لي قاعدوا لي نديرهم في ان اوتر بلاطو كي يطيبوا نعاونولي ليكم ان شاء الله فوالا شوفوا طون دو كويسون شدو لي 10 مينوت راه كان الفور تاعي بيان سخون هكذا سخونين غابي شيدر فوقهم شوفوا يجو طريين شوفوا هاد لي سوفلي يجو طريين ويجو فارغين لداخل لا ويجو بنانه دوك نسيي نقطع لكم وحده وتشوفوها لداخل كيفاش تجي بسم الله هي دو بريفيرونس حتى تبرد شوفوا
يجو بزاف خفاف، شوفوا يجو فارغين داخل كي طيبوهم تمتم يجوكم فارغين، ولا خليتوهم يخمروا يجوكم كي الخبزه. شوفوا يجو بزاف خفاف، شوفوا فوالا، ويجو بنانه. فوالا لي سوفلي دوجوردي لي درناهم معاكم، جيسبر عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشان.